السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يزيل عننا الهم والغم، وربنا يجزي عننا الناس العمل العملية دي. العملية جميلة جدا بالمناسبة، يعني كونك تسد الرمق بتاع الناس من الصباح دي حاجة جميلة جدا والله. إن شاء الله ربنا يتقبل وربنا يبارك فيها، إن شاء الله يعني يتقبل منكم، وإن شاء الله ربنا يزيد من أمثالكم. الشاي بالزلابية. مبادرة فك أفريك هي مبادرة أطلقناها لمساعدة المتعففين الذين أتوا إلينا وهم إخوة لنا أتونا من مناطق مختلفة في أم درمان القديمة وفي الفتيحات ومن مبدة ومن بحري ومن الخرطوم بسبب الحرب اللعينة الدائرة منذ 5 أبريل، وطبعا هؤلاء شردوا من بيوتهم من قبل قوات الدعم السريع المتمردة ونكلوا بهم وسلبوا أموالهم وعطلوا أعمالهم. هؤلاء ليس فقراء وليس مساكين، بل هم أغنياء بأنفسهم وأغنياء بأموالهم، لكن ظروف الحرب جعلتنا جميعا، وليس هم لوحدهم، جعلتنا جميعا أن يعني نكون محتاجين أن نتكاتف ونتعاضد حتى نسد رمق بعضنا في تقديم الوجبات. رغم مبادرة فكذلك هي عبارة عن مبادرة تقديم كوب شاي بحليب وزلابية أي لغيمات كما نقول، وهي لمساعدة أكبر عدد من الذين وفدوا إلينا، وكذلك أهل المنطقة أيضا هم جزء من المبادرة. ونشكر كل من ساهم، حقوة ولاية الخرطوم السيد وائل الخرطوم أحمد عثمان حمزة وعلى كبير من رجال الأعمال ورجال البر والإحسان، قدموا لنا دعم كبير جدا يتمثل في الدقيق والسكر والزيت ولبن البودرة وكل مكونات مبارك فكر ليك. هي جاءتنا عن طريق مساهمات من كما قلت من رسميين ومن شعبيين وكذلك من مواطنين ساهموا معنا لإنجاح هذه المبادرة.